شاب يحرق إصبع. يقول عاد من عمل متأخرا فمر على إحدى مدارس البنات فإذا فتاه تأخر عنها وليها وحولها مجموعة من الشباب يحاولون اختطاف، فنزل إليهم فذهبوا وتركوه فأخذها معه ليصلها، ولكنها ما اهتدت إلى الطريق وهو أيضا لم يهتدي إلى الطريق، فما كان منه إلا أن ذهب بها إلى محل سكنه وكان ليس معه في السكن أحد، ووضعها في غرفة وجلس هو في غرفة أخرى، فجاء الشيطان وحرك فيه كوامن الشهوة، فكان يقول ثم يقعده الإيمان ثم يقوم ويمشي فيرده الإيمان حتى أنه مسك بحلقة الباب، والشيطان يقول لا تفوتك هي الفرصة، وإيمانه يقول له لا اتق الله. فلما رأى أنه يعجز عن مقاومة نفسه ذهب إلى الغاز وأحرق إصبعه حتى احترق، فاشتغل طوال الليل بألم الإصبع، ما حرق إصبعه ولكن حرق الهوى الذي كان في داخله، انشغل بإصبع عن شهوة، وانشغل بألم عارض عن ألم دائم، بقي طوال الليل يتألم ويتوجع من ذلك الإصبع حتى جاء الصباح، فذهب إلى المدرسة فإذا أهلها عند المدرسة في حالة من الذهول والخوف والهلع، فأنزل إليهم ابنتهم، فلما عرفوا نبله وشهامته وعفته وعفافه قال له والدها هي زوجتك لا أريد منك شيئا، عف عنها بالحرام فجاءته بالحلال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا.